نضالية من داخل إطارنا العتيب، الجمعية الوطنية لحملة شهادات معطلين بالمغرب، أكيد بما هو إطار جماهيري تقدمي ديمقراطي ومستقل. تحية المجد والخلود إلى كل شهداء الشعب المغربي قاطبة، وعلى رأسهم شهدائنا بالإطار العتيب، كل شهداء الشعوب تواقى للتحرر، وعلى رأسهم شهداء الشعب الفلسطيني حرية وانعتاق، وكل معتقلين سياسيين قابلين في سجون الذل والعار، وعلى رأسهم معتقلنا بالإطار العتيب معتقل فرع رحالنا الرفيق مصطفى حركي. يعني تحية عالية لمنبركم الإعلامي اللي يعني كيسلط الضوء على احتجاجات أبناء الشعب المغربي. يعني احنا فرع قرية بو محمد منطوي تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطلين بالمغرب. حنا ناس يعني كتوضيح باللغة ديال ولاد الشعب باش كاع الناس يسمعوا، الناس اللي قاريين اللي ما قاريينش، آباء أمهات كل شيء يسمع بلغة واضحة. حنا أبناء الشعب، قرينا والدينا ضربوا علينا التمارة، حنا أبناء طبقة فقيرة، حنا قرينا في مدارس عمومية في جامعات عمومية، حصلنا على شواهد، خرجنا للشارع كنتفاجئوا بالواقع المرير ديال بانه المحسوبيه والزبونيه فرص الشغل، يعني ما كاينش فرص شغل، ما كاين الديمقراطات ديال الشغل. حنا ملي يعني التحقنا بالجمعيه الوطنيه بهدف النضال، المطالب ديال الجمعيه الوطنيه باينه، الحق في الشغل والتنظيم، يعني الامور باينه. حنا كنبحثوا على الشغل، حنا باغيين عيش كريم بحالنا بحال اي مواطن في هذا المغرب الجارح، في هذا الوطن الجارح، باغيين الحق في الشغل، ما باغيينش نطلب واحد اخر. يعني هاد اشبال المسؤولين هنا ما عمرهم ما نزلوا معنا الحوارات جديه. هاد السلطات المحليه عندهم اشكال واحد ديال الهوايه، ما ديرلوش القيطون، عنده اشكال في ميكا ما ديرلوش المبيت الليلي، ولكن ما عندوش اشكال بانك انت تشرد، بانك انت تبقى عاطل عن العمل، تبقى انت بدون قوت يومي بدون ماوى، ما عندوش فيها اشكال، ولكن بانه دير له المبيت والساكنه كامله تشوف بانه كاين احتجاجات وتفعيل، يعني الاحتجاجات وتفعيل الراي العام بانه يتفاعل معاه، ما باغيهاش. لا، خاص الناس كاملة تبقى مرهوبة، الناس كاملة تبقى مقموعة، لأنه القائد ديال الملحق ما عنديش حوار، ما عنديش حلول، يعني بهذه اللغة هذه، ولكن هاد ميكا غادي تحيد وهاد الشكل غادي ترفع. يعني أنت كيفاش كتحمل المسؤولية وتصل عندي أنا وتخاطبني بهذا الخطاب هذا؟ يعني احنا الملف المطلبي ديالنا باين، هو الحق في الشغل والتنظيم. احنا مؤخرا تلونسا كونكور ديال التعليم الاولي ديال زاكوره، كنتفاجئوا بانه فيه اقصاء للرفاق، بانه في البطاقه الوطنيه الشرط اللي دايرينه خاص تكون عندك يعني الجماعه الترابيه ديالك هي نفسها اللي خارجين فيها الوحدات. ما كاينش طاوله نقاش، لاننا دعينا طاوله نقاش، ابواب الحوار مغلقه، وكاين تلاعب في الحوار. يعني كيبغي يفرض عليك الحوار باللي هو باغي، هو ملي كدير انت الشكل كيدخل عندك وكيبقى عليك بكل خير، ولكن شي حاجه واحده اخرى ما كايناش. تفعيل دوك الوعود الممنوحه ما كاينش، عندنا وعود ديال المبادره الرفاق باقيين طالعين هابطين عليها، عندنا وعود ديال اكشاك باقيين ما كاينينش، عندنا وعود بالتعليم الاولي كيقولنا ملي يخرج التعليم الاولي تفعوا له، ما كاينينش هاد الحلول هادو. الاسباب ديال بانه الاسباب هادو هو بانه الا بغيتي نخولك خاصني نخول المعارف ديالي، هذه هي السياسه اللي كيمشيو بها بالمحسوبيه والزبونيه، ولكن بالفعل النضالي لا، لانهم كيهدفوا على بانه الشعب يبقى ديما راكع، على بانه ابناء الشعب المغربي ديما يبقى الخدوع، وبانك سير تخدم في الضيعه الكابراج ديالنا، ولكن باش تخدم في الوظيفه العموميه وباش تكون عندك حق في الشغل وشغل قار، لا، سير تخدم في ضيعات الكابلاج اللي دايرينهم ولادهم اللي كيسيفطوهم يقراو على برا. يعني كرساله اخيره، حنا انا كبوتيلي شركي بنوني رئيسه الفرع، وكذلك الرفيق محمود بوطريقي الكاتب العام وعضو المكتب التنفيذي، كنعلنوا على خوضنا اضراب عن الطعام بدون ماء بدون سكر، ويتحملوا كامل المسؤوليه ديالهم، لانه التراجع الوراء ما كاينش، المعركه ديالنا مازال غاديه في التصعيد، ويا اما الشغل يا اما الشهاده. وتحيه عاليه ليك، ويعني كنعتذر لانه كان ارهاق وكان يعني يومين من النضال. تحيه عاليه ليك وتحيه للمنابر الاعلاميه اللي كتسلط الضوء على احتجاجات ديال ابناء الشعب المغربي، وتحيه عاليه ليك. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.